السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي حبيبة قلبي وشراكم وش حوالكم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو نهار اليوم في أحسن الأحوال. وصفتنا نهار اليوم راح تكون كفتة التومة ولا حلوة التومة، يعني كل واحد كيف شي يحب يسميها بكل تفاصيل ناجحة. يعني تقريت لي كومنتار ديالكم كامل وتساؤلاتكم، ولا بليبار منكم يعني يعانيوا من نفس المشكل، وعلاش حلوة التومة ما تجيناش بها الليس ولا تجينا مشققة. شوفوا يا بنات بإذن الله راح نوصل لكم لكل النقاط اللي لازم تتبعوهم باش تتحصلوا على تومة من أروع ما يكون، تكون يعني بيليس وتكون هكذا خالية يعني من التشققات كما راهو موضح في الصورة. ونزيد لكم سعر البيع يا البنات، منطوش عليكم وخليكم مع التفاصيل. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أول حاجة نبدأ بها يا بنات حنخدمو لاكخام أوبيغ ديالنا ولا كريمة الزبدة اللي راح نلايمو بها لافاغس ديالنا. عندي 250 غرام تاع مارغارين، نخلطهم مليح مليح يعني بالباتوغ حتى هكذا يعني يضاعف الحجم ديالها وتبياض لي نوعا ما. نحط عليها زوج مغارف نتاع كاكاو بني، ونزيد نحط عليها ثلث مغارف نتاع شوكولا اتختيني بيان سور اي شوكولا توفرت عندكم، ونزيد لها مغرفه نتاع شونتي، ونبقى نطلع فيها هكذا يا البنات ونخدم فيها هكذا بالباتور حتى يتضاعف حجمها ولا كولور ديالها تولي كلاغ هكذا كيما متاح في الصوره. وفي الاخير يا البنات نزيد لها زوج مغارف نتاع الزيت، يعني ننصحكم اي كريمه زبده تخدموها تزيدوا لها زوج مغارف زيت هكذا في الاخير، باسكو هو اللي حيعطي لها هذاك القوام الليس وهذيك اللمعه الشابه. فوالا وبعد ما زدت لها زيت يا بنات نخلطها تخليطه خفيفه برك يعني حتى يتجانس مع ديك المكونات ونحطها بجهه. ودوك نجوزو للمكونات نتاع لافارس ديالنا. شوفوا يا بنات هي نورمالمون تخدموا جينواز وترحيوها، انا ما نحبش يعني نزيد على روحي تعب وشقه نشري هاد المادلين يا البنات. هاد المادلين هاد الباكي اللي راكم تشوفوا فيه يسوى 10000 شي بلايس، يعني يسوى فيهم 10000 على حسب لا مارك، وشي بلايس يسوى فيهم 12000. انا للامانه شريتو 12000 12000. رحيت باكي ونص منه يا بنات، باكي ونص داروا لي زوج كيلات هكذا كيما متاح في الصوره. حطيت عليهم كيله نتاع جوز يكون مرحي كونكاس يعني شويه خشين، ونص كيله نتاع لوز. نخلط كامل النواشف مع بعضهم، من بعد نزيد عليهم زوج مغارف يكونوا كبار نتاع شوكولا اتختيني. هذه المرحله اختياريه البنات، تقدروا تستغنوا على الشوكولا يعني لا كريم او بيغ ولا كريمه زبده تكفي. كوم انا هاد لا كوموند راهي تاع عروسه حبيت يعني نخدمها لها بالطبع هكذا يا البنات. نبقى نضيف كريمه زبده هكذا بالتدريج حتى نتحصل على حشوه تكون طريه وتتلاصق في اليدين. نخليها بجهه الرياح ونجوزو لعجينه اللوز ديالنا. واش عندي لهنا البنات؟ عندي كيلو نتاع لوز يكون اون بودغ، يعني شريتو هكذا مرحي بودغ نغربلو نجوزو يعني في السيار نغربلو نحيلو كامل هذاك اللوز اللي يجي شويه خشين هكذا باش تجيكم يعني التومه ديالكم بيان ليس. هذا اول سر. راح نغربل عليه 600 غرام نتاع سكر كلاص بهذه الطريقه هذه راكم تشوفوها ضروري يعني تغربلو كامل المكونات. نزيد نحط عليهم زوج مغارف هكذا تاع شونتي اللي راح تزيد لها بنه من اروع ما يكون. حتقولوا لي نستغناو عليها؟ اكيد تقدروا تستغناو عليها يا البنات، اذا استغنيتوا على لا شونتي ديروا 700 غرام تاع سكر كلاص، باسكو انا نقصت الكميه تاع السكر على جال الحلاوه نتاع لا شونتي باش نطيحوا فيها سوا سوا يعني ما تكونش حلوه فوق اللازم. نخلط كامل المواد الجافه مع بعضهم، نضيف زوج مغارف نتاع مارغارين زوج مغارف نتاع جلوكوز، ونخلطهم هكذا حتى يدخلوا كامل في هذاك اللوز ديالي بهذه الطريقه هذه. ودوك نجوزو الليم ولا بات داموند ديالنا. انا لهنايا البنات راح نلايمها بالماء، ماء معدني يا البنات، ماء سعيده ولا او مينيرال ماشي الماء نتاع الروبيني، ضروري يكون ماء معدني يا البنات. لازم يعني تاخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار. اللي تحب الكون نتاع المزهر تقدر تضيف رشه نتاع مزهر هكذا. شوفوا يا البنات نبقى نضيف في الماء بالتدريج حتى نتحصل على يون بات ما تكونش طريه فوق اللازم تتلاصق في اليدين، او ميم طون ما تكونش يابسه ولا ما تكونش ناشفه فوق اللازم. ولهنا يا البنات لقيت بزاف تساؤلات وبزاف يعني ناس ماشي متقبلين كيفاش لاباط داموند تطموها بالماء، وانا نقول لكم خياتي والله العظيم على ضمانتي انا توجور يعني نطمها بالماء وتجي هايله تجي ناقصه حلاوه. بالعكس يعني كي تطموها بالشحور ولا بالسيرو راح تجي بزاف حلوه هذيك لاباط داموند ديالك. دونك طموها بالماء ما تخافوش يا البنات على ضمانتي. هذه الوصفه اللي نستعمل فيها من سنين وجامي يعني لقيت فيها بروبليم. لايمت لاباط ديالي قلت لكم لازم ما تكونش طريه تلاصق في اليدين وما تكونش ناشفه باش ما تجيكمش هذيك لابول مشقه. كي نبولي هكذا ينبول شوفوا يا البنات كيفاش تجيني بيان ليس، يعني هكذا تعرفوا بلي راكم لحقتوا للقوام اللي راكم حابينه.
نغطيها يعني نديرها في ساشي ونخليها تريح اقل شيء زود سوايع في الفريجيدير باش نولي نخدم بها. من جهه واحده اخرى البنات لافاكس ديالي وزنتها 24 25 غرام هكذا، كنبوليها هكذا كما راكم تشوفوا، نفتحها هكذا فتحه صغيره في الوسط ونحشيها بشوكولا تختيني. يعني هذه مرحله اختياريه تقدروا تستغناو عليها. شوفوا يا بنات نخدم ينبول هكذا في راحه اليد ونفتحها هكذا في الوسط، نحط شوكولا ونغلق عليها هكذا كيما موضح في الصوره وندخلهم للكونجيلاتور زود سوايع. يعني راح نجو كيف كيف لاباط تريح زود سوايع ولا فخس تتكونجلا زود سوايع نجو سوا سوا. شوفوا يا بنات انا الناكري اللي نخدم به توجور نخدم بهذا الابيض الذهبي لا مارك امل، هذا يجي بودغ يجي يعني فريمون رقيق بزاف وعنده لمسه هايله. اما الناكري الثاني اللي نخدم به يا البنات هو ماجيك كيك ابيض ذهبي لا مارك ماجيك كيك، ويجي شويه خشين وعنده واحد اللمسه سبيسيال يا البنات. ودوك نجوزو نشكلو كيف تدومه مع بعض، وميم طون نعطي لكم النصائح والنقاط اللي لازم تتبعوهم باش تتحصلوا على كفته ولا على تومه من اروع ما يكون، تكون بيان ليست تكون ما فيهاش تشققات. اول حاجه البنات ولا اول نقطه لاباط ديالكم تكون ماشي ناشفه فوق اللازم، يعني ماشي يابسه باسكو كي تبولي واحد تطرطق حتى تشقق، ما تكونش طريه فوق اللازم. كان تكون طريه فوق اللازم يعني هكذا تحشيوها وتجو راح تبوليوها راح تتفتح معاكم وتطرطق يعني تطلق روحها كامل تترخف هكذا خياتي، وميم طون تجيكم طايحه هذيك التومه ما تجيش واقفه. هذا اول حاجه. ثاني شيء لازم وضروري يا البنات لاباط تريح ساعتين فما فوق، يعني تقدروا ديروها حتى تريح ليله كامله احسن واحسن. الشرط الثالث يا البنات لازم الحشو يكون جامد يعني يكون يابس حجره هكذا يا بنات. انا نجبد غير تلت ربع حبات هكذا تاع الحشو نخدم بهم وهكذا على التوالي حتى نكمل، ما نجبدش كامل الكميه تاع الحشو حتى تطلق هذاك الندى وتولي مشمخه. كي نحشيها ونولي نبولي فيها تتفتح وتتشقق، هذه نقطه ضروريه جدا لازم تاخذوها بعين الاعتبار. ورابع واهم شيء واهم غلطه تطيحوا فيها كامل يا البنات هو انكم تحشيو الكفته ديالكم ولا الثومه ديالكم تحشيو كامل الكميه وتبوليوهم ومن بعد تجوزو تفينيوهم ولا تجوزو تقسموهم هكذا بالكوبات ولا بالموس، وهذا اكبر غلط تطيحوا فيه. شوفوا يا بنات ضروري جدا تخدموا ربعه خمسه حبات الماكسيموم تحشيوهم تبوليوهم تفينيوهم يعني تقسموهم هكذا ديروا لهم ناكري وتقسموهم بالموس ولا بالكوبات وتكملوا هكذا على التوالي. جامي تخدموا كامل الكونتيتي ديالكم تحشيوها وتبوليوها ومن بعد تجو تقطعوها هكذا بالكوبات باسكو هذيك اوتوماتيكمون تكون نشفت من برا هذيك لابول، وكي تجو تقسموها هكذا بالموس ولا بالكوبات راح تطرطق معاكم وراح تجي مشققه هكذا خياتي. انا دائما نخدم نقولوا نعمر ربع حبات خمسه الماكسيموم يعني ما نفوتش خمسه حبات نفينيهم ندير لهم ناكرين هكذا يعني نبرجهم هكذا بالكوبات وهكذا نكمل على التوالي. سينو الى عندكم المعونه وحده راهي تحشي وتخدم وحده راهي تفيني. وهذو هما كانوا اهم النصائح اللي لازم تتبعوهم باش تتحصلوا على تومه من اروع ما يكون. ودوك راح نجوزو نشكل معكم حبه تومه باش تفهموني. شوفوا يا بنات نحكم هذيك لابول نتاع عجينه اللوز نفتحها في راحه اليد، نحط فيها لابول نتاع الحشو اللي راهي جامده قلت لكم تماما، ونبوليها مليح في راحه يدي. ضروري يا البنات كي تشوفوا يدكم يعني تعمرت بالناكري وهذوك الفضلات نتاع عجينه اللوز لازم تنقصوا كامل هذاك الزائد بلا كوبات باش تجيكم هذيك الحبه بيان فيني اللي تحبها تجي تبري مليح مليح تدهني يدها دهنه خفيفه بالزبده ولا بالمارغرين. بعد ما بوليت لابول ديالي راح نجوز عليها اول شيء بالناكري ابيض ذهبي اللي قلت لكم جاي رقيق لا مارك امل، وبعد ندير لها لمسه خفيفه نتاع ناكري اللي جاي شويه خشين نتاع ماجيك كيك، ونجيب لاكوبات ونقطعها هكذا نقولوا على اربعه، ومن بعد نولي كل جزء نقسمه على اثنين. فوالا بهذه الطريقه هذه نضغط ضغطه خفيفه هكذا في الوسط وين يجي التزيين. شوفوا يا بنات حنا نعاود لكم مفروغ منها نحكموا لاباط تاع اللوز ديالنا ونحشيوها ونبوليوها. جوز عليها التجويزه خفيفه بالناكري يا البنات، ما تكثروش الناكري فوق اللازم حتى تولي تبان مزعوقه هذيك الحبه هكذا يا البنات. ومن بعد نجوز نقسمها على اربعه بالكوبات ولا بالموس كل وحده واش يساعدها، ومن بعد كل جزء نولي نقسم فيه على زوج بهذه الطريقه هذه، وفي الاخير نحطها هكذا ونضغط ضغطه خفيفه هكذا في الوسط ولا ندير حفره هكذا
صغيره في الوسط وين يجي التزيين. التزيين انا شيت هاد لي فلوغي البنات جاوني شويه كلاغ بزاف هكذا، حبيت نعطي لهم روح اكثر، رحت حكمت الداست وديغاديتهم هكذا داست احمر، ولا تقدروا حتى ديغاديهم بالفريكتا ما كان حتى مشكل، يعني غوت ولا احمر ما كاش بروبليم. شوفوا يا البنات كي زدنا لهم الكولورون كيفاش ولاو يبانوا خير وخير بهذه الطريقه. هذه راح ندهن القاعده نتاع الورده ديالي هكذا بشويه غليكوز ونلصقها فوق التومه ديالي. ولا هنا يا بنات كتزيين ثاني اخترت هاد لي فلوغ اللي راهم ديسپونيبل يعني في كل المحلات بيع لوازم الحلويات، اشكال والوان مختلفه. انا خيرت هاد زوج تاع لي كولور، درت الباج وخلطت معاه هكذا شويه من الفوشيا يا البنات، وجا يعني بزاف بزاف تناسق هايل. راح نقطع دوك الزوائد ونغرسهم هكذا في الحبه ديالي ونفتح هكذا يعني باش يبان بوكي بالطبع. وهاي ليك لا فينيسيون تاع الكاطو ديالنا. بسم الله ما شاء الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبه. تحفه يا البنات تحفه ما شاء الله. نسنا في لي كومونتير ديالكم خياتي، شوفوا لي واكدوا لي على هذاك التناسق نتاع لي كولا. راح نقسم لكم حبه تشوفوا القوام ديالها، شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي طريه، هذاك الحشو يجي طري ويجي مشمخ بهذيك الشوكولا. شايتكم في الجنه خياتي. ودوك ندوزوا لسعر البيع. انا هاد الكفته يا البنات ولا هاد التومه حسبتها ب 20 الحبه باسكو لي فلوغ اللي خدمت بهم غاليين شويه. وانتم بيان سيغ دائما نقول لكم السعر يعني التزيين هو اللي يتحكم في السعر هكذا خياتي. وباذن الله في الفيديوهات القادمه راح ندير لكم فيديو سبيسيال تعرفوا يعني كيفاش تحسبوا سعر البيع ديالكم. هذا هو كان البوكس نتاع العروسه ديالي بزيان السعدو بالصحه والهنا عليهم ان شاء الله. الى فيديو قادم وصفه قادمه، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.